إذن هذه الجولة هذه مفاجئة. هي ماشي مفاجئة، أنا كنخرج سوغ لو تيغان وكنمشي نشوف شوية التراب، كنشوف شنو واقع وشنو كاين والمشاكل اللي اللي كاينة في التراب ديالنا. مارشي سنترال هي معلمة ديال الدار البيضاء والبيضاويين كلشي كيعرفها. النهار اللي جينا في هذه الولاية تبينوا لنا أنه كاين مجموعة من المشاكل خصوصا إدارية في هذا المارشي، دونك جيت نشوف شنو هما المسائل اللي نقدروا نوقفوا عليها ونقدروا نحلوها بطريقه مستعجله باش نحلوا المشاكل ديال التجار. كاين عاوتاني مشاكل ديال البنيه التحتيه، توصلت من مجموعه من الشكايات اللي كيتعلقوا بدي فويت دابا مع الامطار، وهذا كاينين دي فويت كاينين في لو سوسول، وكاين بعض دي زانومالي اللي كاينين من بعد ما قمنا بإعادة ترميم هذا المارشي. هذا كاين ديزانومالي بانو. إذن هذه من بين الأشياء اللي جيت نشوف باش نحاولوا إن شاء الله نحلوها ونساعدوا التجار أنهم يمارسوا التجارة ديالهم على أحسن وجه. ضروري، ماشي كلشي ديما مزيان، ماشي كلشي ديما زوين، غادي نلقاو ديزانومالي وغادي نلقاو إخلالات، هذا الشيء عادي، ولكن غادي نحاولوا إن شاء الله ما أمكن نحلوها. كيف ما قلت لك المشكل الكبير هو المشكل الاداري، ماشي مشكل بنيه تحتيه، وهذا نقدروا نتغلبوا عليها ماشي مشكل، ولكن المشكل الاداري تراكم هذه السنين، وان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن نوقفوا على هاد المشاكل هذه ونحلوها باش كلشي يبقى على خاطره ان شاء الله.